اللهم ادخله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ورضوان من الرحمن وجبار من الشيطان. اللهم ادخله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ورضوان من الرحمن وجبار من الشيطان. اللهم ادخله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ورضوان من الرحمن وجبار من الشيطان. اللهم ادخله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ورضوان من الرحمن وجبار من الشيطان. اللهم ادخله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ورضوان من الرحمن وجبار من الشيطان. اللهم ادخله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ورضوان من الرحمن وجبار من الشيطان.